بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن الأمور التي حصلت قبل هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة توعد أبي جهل النبي عند البيت وما نزل من الآيات. قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، أو كما قال: فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على الحجر حتى قذف الحجر من يده. قال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نزلت في أبي جهل لعنه الله. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن. أولا فقال: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيم في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله، أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد، لنسفعا بالناصية، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعلها، فليدع ناديه، أي قومه وعشيرته، أي ليدعهم يستنصر بهم، سندع الزبانية وهم ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. ولما سمع أبو جهل ذكر الزبانية رجع فزعا، فقيل له: خشيت منه؟ قال: لا، ولكن رأيت عنده فارسا يهددني بالزبانية، فما أدري ما الزبانية، ومال إلي الفارس فخشيت منه أن يأكلني. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وفي الأخبار أن الزبانية رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض، فهم يدفعون الكفار في جهنم، وقيل إنهم أعظم الملائكة خلقا وأشدهم بطشا، والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.